الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه عايز اتكلم فيها هو كلام خبراء التحكيم امبارح بعد مباراه النادي الاهلي والبنك. شوف احنا كسبانين 3، عشان محدش يقول لي انت بتتلكك بالحكام او بتجيب لنا مبررات زي بتوع الزمالك، لكن انا بتكلم في العام. امبارح خبراء التحكيم امبارح اكدوا على نقطه مهمه جدا، هي اختلاف المعايير. اختلاف المعايير، انت كسبان 3-0 وكسبان الدوري، لكن انا عايز حقي. حقي لما يبقى الحاله التحكيميه ضدي بتتحسب، لما بتبقى لصالحي ما بتتحسبش. الحالة التحكيمية اللي بتبقى لصالح الزمالك بتتحسب، واللي على الزمالك في نفس الوقت برضو ما بتتحسبش. هو ده اللي بيخلي الواحد يتكلم في الأخطاء التحكيمية، وإنك تشوف مش تحس، تتأكد إن في تعمد، إن في تعمد من الحكام في الأخطاء دي. محمد عبد المنعم في ماتش كاس مصر قدام بيراميدز في ماتش النهائي، نفس الضربه اللي ضربها الفخر الدين بن يوسف في وشه، نفس الضربه اللي امبارح محمد فتحي لاعب البنك ضربها في وش محمد عبد المنعم. طالما حضرتك القانون بيقول في الحاله دي طرد مباشر، طرد مباشر وكمان يتعاقب بثلاث ماتشات ايقاف، يبقى كان الاجدر بحكم المباراه امبارح محمد الحنفي انه يطلع كارت احمر لمحمد فتحي مباشر، وبعد كده بقى اتحاد الكره يعاقب او رابطه الانديه تعاقب براحتها. لكن اختلاف المعايير، كره على الاهلي تتحسب، لصالح الاهلي ما تتحسبش. وانت خلي بالك اللي ضيع منك الدوريين السنه اللي فاتت واللي قبلها، السنه اللي فاتت واللي قبلها. في حاجة أنا ملاحظها بس معرفش حضراتكم ملاحظينها ولا لأ، وأتمنى إن أنتوا تكتبوا في الكومنتات. ملاحظ إن ماتشات النادي الأهلي في الفترة الأخيرة في بطولة الدوري، اللي بيعلق على ماتشات النادي الأهلي معلقين دون المستوى، معلقين تحت بير السلم، بالرغم إن ماتشات النادي الأهلي هي الأعلى جماهيرية وأعلى مشاهدة وأعلى متابعة. انت ضامن 80% من الشعب والمهتمين بكرة القدم بيتفرج على الماتش، اذا ما كانش 100% لان المنافس كده كده بيتفرج، اذا كان بيتفرج عشان الاهلي يخسر او بيتفرج عشان يمسك اي لقطة يعاير بيها او يزيد بيها. فليه حضرتك ده منتج، الماتشات بتاعتك دي منتج، لازم انت اللي تحلل بضاعة، لازم انت اللي تحلل بضاعة في عين الزباين. لكن انت مصمم انك تجيب طرش للمشاهدين، مصمم انك تخلي المشاهدين يعني يكرهوا اليوم اللي القناة بتاعتك خدت الماتشات دي. انت النهاردة بتجبر المتابعين على ان هم يتفرجوا على ماتشات للسم والبكم. احنا بنتفرج على ماتشات، اكتب الصوت، انا مش عايز اسمع المعلق، لأنه معلق مستفز، معلق دون المستوى، ما عندوش معلومات، ما عندوش ملكة التعليق أصلا. فأتمنى أن الموضوع ما يكونش مقصود، لأن أغلب اللي ماسكين القناة زملكاوية. عايز أقول هو ليه يا جماعة إعلام النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي ومجلة النادي الأهلي ما بيطبلوش لمحمود الخطيب؟ ليه اعلام الاهلي ما بيطبلش لسيد عبد الحفيظ؟ ليه بنشوف في النادي المنافس ما بيكسبش بطولات ومع هذا في تطبيل، في تنجيم؟ هل دي حاجه حلوه ولا دي حاجه وحشه؟ عايز اقول ان اللي بيحصل طبيعي، سواء كان رئيس الاهلي الخطيب محمود طاهر، حسن حمدي،
رحمة الله عليه صالح سليم، مش هتلاقي حد بيطلع يطبل لحد، احنا بنطبل للنادي بتاعنا بس، احنا بنطبل للنادي بتاعنا بس. عكس أندية تانية بيبقى شعارها الله الوطن رئيس النادي، وبعد كده يجي اللي يجي بقى، وبعد كده يجي اللي يجي. عشان كده شعار الأهلي فوق الجميع هيفضل عامل هسهس لدى البعض، عامل حرقان وأكلان لدى البعض. أنا مش عارف في اليومين اللي فاتوا دول لفت انتباهي حاجة مهمة جدا، إن الناس بتروج إن بلال علام اتطرد من أون، وإن بلال علام مشوه من مصر خالص علشان جمهور الأهلي كان كاره بلال علام، بالرغم إن قناة أون اللي ماسكها زملكاوي واللي مسيطر عليها في التعيينات والطرد والحاجات دي زملكاوي، وبالرغم برضو إن بلال علام ساب قناة أون عشان فلوس وريالات ودولارات المملكة العربية السعودية. يبدو ان بلال علام خد استمارة 6 في السعودية، ويبدو ان جماهير الزمالك وصفحات الزمالك عارفة انه كده كده راجع، فطالعين بيمهدوا لعودة بلال علام. قال لك بلال علام الاهلاوي لمجرد انه قال كلمتين حلوين في حق الزمالك الاهلاوية قلبوا عليه. اولا ابصم بالعشرة، أبصم بالعشرة إن بلال ده يكون زملكاوي، عمره ما يكون أهلاوي، عمره ما يكون أهلاوي. بلال علام زملكاوي صرف، وفي زملكاويته أشد من أحمد الطيب نفسه، زملكاوية بلال علام أشد من أحمد الطيب. لكن في فترة كده أنت عارف، كان في فترة تيجي تسأل الواحد من دول أنت زملكاوي يا لا، يقول لك لا زملكاوي إيه، ويبص كده في الارض الزملكاوي ايه، انا ما بتفرجش على كوره اصلا، ماليش في الكوره، وهو من جواه ابيض ناقص على البياض وناقص يمشي يرسم خطين حمر على وشه. بس كان في فتره كده الزملكاوي ما يقدرش يقول الزملكاوي، هيتحفل عليه تحفيل السنين. فبلال علام نفس الفكره، عايز يتقرب من النادي الاهلي، عايز جمهور الاهلي يكبره، فطلع قال لك انا اهلاوي يا جماعه، انا اهلاوي. بس زي ما قلت لك قبل كده، عين العاشق تفضحه، ولسان بلال علام فضحه وفضح حبه لنادي الزمالك. مش عيب انك تحب الزمالك، لكن العيب كل العيب انك تطلع تقول انا اهلاوي والناحيه الثانيه شغال تطبيل 24 ساعه لنادي الزمالك. اطلع قول انا زملكاوي، هذا لا يدينك اطلاقا. لكن تعيش لي في دور بقى الطيب، كان طيب كان حنين، لا يا حبيبي، جمهور الاهلي ما جاش ناحيتك، وانت لما سبت قناه اون سبتها عشان ريالات ودولارات المملكه العربيه السعوديه، واي حد بالمناسبه كان مكانك، انا لو مكانك اعمل كده. جاي لعرض من الدوري السعودي حاجه اعلى بكتير من الدوري المصري، وهقبض أربع خمس أضعاف اللي كنت بقبضه هنا، واي نوت؟ طالما إن بابليك واي نوت؟ سو وات؟ عادي. لكن ما تجيش بقى تعيش لدور الشهيد بعد ما تعقم العكمة بتاعتك في السعودية وترجع ويطردوك، تيجي تقول ده الأهلاوية هم اللي مشوني من مصر. عايز أقول عجبني جدا واحد من جماهير الزمالك دخل علق على بوست بنزله خالد الغندور، خد خالد الغندور غسيل ومكوى. خالد الغندور اللي كتب على صفحته بعد ماتش الاهلي والبنك، حصر عليك يا اللي في بالي، لا طلت اول ولا تاني، جمهور الاهلي بيحفل على نفسه السنه اللي فاتت طلع التالت، طب اصبروا شويه ده انتوا لسه طالعين تالت اخر دوري اتلعب. الزملكاوي دخل رد على خالد الغندور وكان رده موجع مؤلم، قال له طب انا زملكاوي وبقول لك اننا نستاهل يتحفل علينا، اداره فاشله كل همها السمسره،
حتى لو بتفريغ الفريق من النجوم، حتى الناشئين ولاد النادي رحلوا مجانا لبيراميدز. بطل تطبيل، ده كلام المشجع الزملكاوي، هم قصدهم علينا احنا. بطل تطبيل، الاهلي هيحفل على نفسه ليه يا خالد؟ الاهلي بنسبه 100% حسم الدوري زائد بطل افريقيا وسوبر وقصص، واحنا كزمالك صفر بسبب سياده الموسيقار. ما يمشيش معاك انك حصاله السنه اللي فاتت كمان في افريقيا، ومش هتروح دوري ابطال وهتروح كونفدراليه وانت مركز رابع. بطل تطبيل. يا ترى يا هل ترى خالد الغندور بيبقى شكله ايه قدام عياله ربنا يحفظهم، وواحد يخش يقول له بطل تطبيل؟ هل فكركم خالد الغندور ممكن يبطل تطبيل؟ اه، في حال ان الزمالك يمشيه من القناه هيرجع بقى يعيش لك في دور قناه رئيس النادي، وانا مجبر وانا ما ينفعش اقول حاجه ضد سياسه القناه، وعشان اكل العيش، واكل العيش مر، واكل العيش بقلاوه، واكل العيش مش عارف ايه، وانا محايد والله، وانا مشيت من القناه عشان اكون محايد. انا كان بيتقال لي في السكريبت اشتم الخطيب، وكنت برفض اشتم الخطيب، عشان كده مشوني. وهتلاقي في الوقت ده اهلاويه يصدقوه برضه، وهتلاقي في الوقت ده اهلاويه يسندوه ويدعموه. ليه؟ لانه رفض يشتم الخطيب، بالرغم ان ده وقتها هيكون كدب في كدب. تعال نروح لموضوع تاني خالص. عايز اقول ان مجرد تسريب خبر غير مؤكد وغير صحيح بتوقيع امام عاشور للنادي الاهلي، الدنيا قامت وما قعدتش في 100 عقبة. وانا مبسوط بالرغم ان انا متأكد من عدم مصداقية الخبر، لكن هناك حالة من الهيجان والغليان في 100 عقبة. صبحي عبد السلام مثلا قال لك خطفت والتر واوجوستي وسرقت كهربا وعايز امام وجريت ورا بن شرقي وساسي وصورت زيزو بالاحمر وبتخطط لفتوح. بسيطة، ما تيجوا تلبسوا ابيض احسن، ما تيجي تلبسوا ابيض احسن. لا، الابيض ده هنلبسهولك احنا. تعرف مين اللي بيلبس ابيض وبيلبسه امتى؟ هنلبسهولك ان شاء الله. سانتي، والله العظيم اكتر واحد صعبان عليا، والله اكتر واحد صعبان عليا في موضوع امام عاشور ده هو سانتي. سانتي جاله حالة من الهستيريا، الواد طول الليل، والله طول الليل عمال ينزل الفيديو بتاع امام عاشور وهو بيشتم على الاهلي وبيشتم صالح سليم علشان يسخن جمهور النادي الاهلي، ان ازاي امام عاشور اللي شتمكم هتروحوا تتعاقدوا معاه. والله انا يعني انا بقول لك خش اتفرج على صفحة سانتي ده هتموت من الضحك. لو انت عندك هموم الدنيا هتتفرج وهتضحك، هتتفرج وهتضحك وهتموت من الضحك. الواد خلاص فقد عقله، فقد عقله، الواد اتجنن خلاص. 24 ساعة امبارح عمال يلقح بالكلام في موضوع امام عاشور وينزل الفيديو كذا مرة، يعني خلاص نزلته مرة خلاص، لا بينزل يكرره كذا مرة كذا مرة كذا مرة بعناوين مختلفة في بوستات مختلفة. للدرجة دي؟ للدرجة دي بس مجرد خبر يهزكوا؟ مجرد خبر، خبر بنسبة عدم صحة 80-90% يخليك تشد في شعرك وتتجنن وتقول انا مش عبيط واقبل انا قصير وازع؟ لا لا، اهدى كده يا سانتي حبيبي، اهدى بابا، اهدى، ده لسه التقيل جاي، ده لسه انا بقول لك اهو التقيل جاي، التقيل جاي يا حبيبي. وبعدين انت بتنشر فيديو امام عاشور وهو بيشتم الاهلي، ما جبتش ليه فيديو امام عاشور اكتر من مره وهو بيعتذر للاهلي وبيعتذر للكابتن محمود الخطيب وبيعتذر لجمهور النادي الاهلي، وطلع في اكبر برنامج على مستوى الوطن العربي في شهر رمضان والاكثر متابعه، طلع في اول حلقه ليه عشان يعتذر للنادي الاهلي ويعتذر للخطيب ويعتذر للجمهور ويعتذر لكل الناس؟ ما جبتش الكلام ده ليه يا عم سانتي؟ انا عارف ان الحرقان والاكلان واكلك والله، بس معلش معلش، ادهن كينا كومب
وعرضها للمروحه او للتجفيف، هترتاح ان شاء الله. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا.